الإخوة والأخوات، السلام عليكم. عواشر مباركة وعيد الفطر إن شاء الله مبارك، ودخل على الجميع بالخير. واليوم إن شاء الله هذا الفيديو درناه بغينا نعرفه كما كتعرفوا بداية ديال التسجيل غتكون إن شاء الله نهار 10 ماي، والنهاية نهار 24 يوليوز 2021. هذه خاصة بالنسبة لمستوى تقني متخصص. مستوى تقني متخصص كما كتعرفوا ما كيدوزو الامتحان لا والو، كيكون الكلاسمون على حساب المعدل ديال البكالوريا. تماك تنشوفوا المعايير، كيفاش شنو هما المعايير اللي كتخاد باش كيجينا هذاك الترتيب. دونك هنا غنشوفوا في هذا الفيديو كيفاش نعرف كيفاش تدوز عمليه القبول بالنسبه للمستوى تقني متخصص. المعايير المعتمده في الاختيار هي المعدل ديال شهادة البكالوريا و السيري ديال البكالوريا، واش بي سي اس في تي باك تكنيك باك برو الى غير ذلك. دابا بالنسبة للكلاسمون كيكونوا عندنا ناس عندهم امتياز. شكون هما هاد الناس؟ هما الناس اللي كتكون عندهم بكالوريا سيونس مات، بكالوريا تقنية، بكالوريا مهنية، و البكالوريا ديال البي سي ولا الاس في تي ولا لاتخ كاع لي سيري الاخرين خاصو يكون فيت 12 في المعدل، اكبر من او يساوي 12 في المعدل. زائد كاين اللي كيكون عنده بكالوريا ومعها اجازه او ماستر او الى اخره. دونك غادي ناخذ واحد التمرين ولا واحد الحاله نتريتيوا. دونك عندنا الشعب المتوفره هي مثلا اللي غادي يبوستيلو عليها هاد الناس، اللي غادي يدفعوا ليها هاد الناس، هاد المترشحين والمترشحات، هي لا جيستيون الكوميرس والفينونس كونطابيليتي. عندنا هاد الناس، عندنا هاد المترشح الاول عنده بكالوريا ولكن السيري ديالو، انتبهوا معايا السيري لان مهمه هادي، ها البكالوريا المعدل ديالها والسيري مهمه جدا جدا. اذا هاد الاول عنده بكالوريا سيونس مات عنده 11.20، مريم عندها باك بلس 3 يعني عندها اجازه. بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم اجازه او الماستر خاصهم من يدفعوا الوثائق في الملف ديال التوجيه، خاص يجيبوا معاهم نسخه مصادق عليها من الشهاده الثانيه يعني اجازه او الماستر. مريم عندها باك بلس 3 عندها الباك ب 10.90، هذا المعدل ديال البكالوريا بي سي. امينه باك بلس 5 عندها 10.20 بي سي. رشيده بكالوريا بي سي 11.90، وعصام عنده بكالوريا اس في تي 13.20. هادو اللي بالصفر بهذا اللون هما اللي عندهم الامتياز في الكلاسمون، تيكون عندهم ديما الاولويه، كيكونوا الفوق في اللائحه، ولكن مع بعضياتهم كيتباراو على حساب المعدل ديال البكالوريا. دونك احمد دار جيستيون كوميرس فينونس كونتابيليتي، مريم دار جيستيون فينونس كونتابيليتي كوميرس، امينه دارت كوميرس جيستيون وعودت الكوميرس، رشيده دارت جيستيون كوميرس فينونس كونتابيليتي، وعصام اختيارات بثلاثه اختار جيستيون. دابا بغينا نرتبوا نشوفوا هاد الفيليير الكلاسمون ديالها الجيستيون كيفاش غنكلاسيو هادوك الناس. دونك عندنا عصام هو الاول، علاش هو الاول؟ لان المعدل البكالوريا عنده 13.20، يعني دخل في الفئه الاولى اللي عندهم الامتياز وعندو احسن معدل في البكالوريا. هو الثاني جانا احمد، علاش جانا احمد؟ احمد لان عنده 11.20 ولكن سيونس مات. غنجيو لمريم، مريم عندها باك بلس 3 وعندها 10.90، جات هي الثالثه. الا شفتوا معايا رشيده راه عندها البكالوريا 11.90 ولكن جات هي الرابعه من ورا مريم، حيت مريم عندها زائد 3 يعني عندها اجازه، هذه هي باش فاتتها. وأمينة عندها ماستر وجات هي الأخرى حقاش عندها المعدل أصغر معدل. هذا هو الترتيب ديال الجيستيون. نمشيو نرتبو الكوميرس، الكوميرس غنرتبوه، غنشوفو بعدا الاختيار الأول شكون اللي عنده هنا الكوميرس. يلا عندنا أمينة بوحدها اللي دايرة لينا الكوميرس، هي الأولى
ماشي سوقنا ديك الساعه في البكالوريا، لان هي الوحيده اللي دايره الجنس الكوميرس. غنمشيو نشوفو تاني اختيار، شكون اللي يدير الاختيار التاني؟ كوميرس. كاين عندنا احمد، ها هو كيما شفتو، وعندنا رشيده، هما اللي غيتباراو على التاني. دونك عندنا احمد سيونس مات، وعندنا رشيده بي سي، ولكن ما فيه حتى 12. دونك غيجي احمد عاد رشيده. غنمشيو للاختيار الثالث، عندنا مريم وامينه. دونك عندنا حنا ديجا امينه كلاسيناها في الاول، دونك غنمشيو غنكلاسيو مريم في الاختيار الرابع. دونك غنبقى لنا الشعبه الثالثه، هي فينانس كونتابيليتي، رتبوها حتى هي. شوفوا شكون اللي داير فينانس كونتابيليتي. الاختيار الاول حتى واحد ما دايرو، الاختيار الثاني دايرو مريم بوحدها، دونك ها مريم هي الاولى. وفي الاختيار الثاني دايرو احمد ودايره رشيده. احمد سيونس مات، رشيده عندها باك بي سي عادي وقل من 12. دونك احمد تيجي هو الاول، ورشيده كتجي هي الثالثه لان ما فايتاش 12. كو كانت رشيده فايته 12 غتكلاسا قبل احمد. نتمنى من الله تكون هاد التوضيح ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا للجميع. الى اللقاء الاخوه الكرام.